شكرا في كل مكان متابعي قناة الملاعب الرياضية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج نجوم في الدوري، واحد من نجوم الدوري الممتاز نجم الكوماندوز محمد مصطفى، عنده تاريخ كبير جدا في نادي الخرطوم الوطني، هداف نادي الخرطوم الوطني. محمد مرحبا بك عبر نجوم في الدوري. صدام كيف أخبارك؟ طيب الحمد لله. أمورك؟ الله يتمام. مية مية. كيف أنت؟ نجم الكوماندوز. الله يديك العافية. محمد كيف أحوالك؟ والله طيب الحمد لله. كيف الأمور؟ طيب الله يخليك. الله يبارك فيك. طيب محمد مصطفى، احنا بنعرف لحد هنا بس، محمد مصطفى بعد ذاك كده اللي ورا الحاصل شنو ما عارفين، بدا وين، لعب وين، فجاه كده احنا لقينا محمد مصطفى في نادي الخرطوم الوطني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مصطفى عبد الله، السكن الكويت. انا زول بدايات متواضعه جدا، يعني يمكن اكون انا واحد من الغلايل، يمكن الكوره تكون جات في طريقي، يعني انا ما مشيت في طريق الصدفه. صدفة يعني زي ما بتقول. فأنا كنت ساكن الكويت بدرس جامعة زي زول عادي، فلعبت في الروابط بتاعت الناشئين في فريق اسمه الكوكب في رابطة الكويت. 2012 خشيت الجامعة، أول لي سنة في الجامعة. 2013 جاني نادي الكويت بلعب في درجة ثالثة، فكان في مشكلة في البداية مع الوالدة الكريمة الأستاذة جليلة حياة من هنا، وإن شاء الله ربنا يديها الصحة والعافية. فقالت لي ما في كلام زي ده، لانه الجامعه والنادي ما في كلام زي ده. فبعد تحانيس ويعني عندي اصحابي تدخلوا كده، وانه النادي قريب من البيت يعني ممكن يمشي ويجي في أركويت، يمشي ويجي وكده. الوالده وافقت، لعبت سنه في أركويت الحمد لله، ربنا وفقني، مشيت التحرير البحري. تحرير بحري كمان ثانيه، تحرير اللولة، تحرير كان في اللولة. تحرير الحمد لله قريب من الجامعه، الحمد لله وفقتها، لعبت موسم ونص في التحرير ومشيت الخرطوم الوطني. كدرتك في شنطتي ومشيتات في شنطتي الحمد لله، يعني مشت، ربنا وفقني يعني من الناحيه الاكاديميه ومن الناحيه الكرويه. يعني في 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 كره القدم السودانيه وفي الدوري السوداني قليل جدا تلقى لاعب قاري جامعه وحتى بحضر ماجستير. انت من اللعيبه الان اللي عندك مشروع قدامك بحضر الماجستير؟ والله الحمد لله، يعني يمكن اسي الماجستير فضلي فيه سمستر واحد، يعني عندي بس البحث ان شاء الله هعمله في شهر 2، حابدا في شهر 2 ان شاء الله، لحد شهر 4 اخلص البحث واكون نلت درجه الماجستير ان شاء الله من جامعه الزعيم الاسري. لسؤالك، يمكن يعني تكون يعني عدم رغبه من الشخص نفسه ومن اللاعب نفسه في انه كيف يقدر يوفق بين الكوره والقرايه، لانه انت عارف انه يعني لا بالذات في الدوري الممتاز الالتزامات كبيره جدا، يعني معسكرات كل فتره، معسكرات الكور ضاغطه، ما بتقدر تغيب من التمارين يوميه، فده بحتم عليك انك انت يعني ما يكون عندك مجال انك تعمل حاجه ثانيه. فكونك انت مش تدرس وتقوم بتقرا في نفس الوقت عايزه منك اول حاجه يعني مخاطره زي ما بقول، يعني انت بتخاطر انك انت ممكن يعني ما تتوفق في واحد من الاثنين دول. فانا الحمد لله زي ما قلت من الغلايل، يعني انا اول حاجه يعني يمكن تكون بدعوات الوالد توفيق من رب العالمين. يعني انا يمكن في حاجه غريبه شويه، انه كل ما يكون مثلا عندي امتحانات بيكون الدوري واقف غالبا، يعني لما يكون عندي امتحانات بيكون الدوري واقف، فبقدر اواصل في الامتحانات بامتحن عادي. ما في اتهام لمحمد مصطفى؟ في اتهام من يعني في ناس بيقولوا محمد مصطفى لما يكون عنده امتحانات قربت بيقوم بياخذ له كرت احمر جبه كورتين. ده كلام ما صحيح. انا حتى الفتره الاخيره هسه، حتى يعني هسه بدايه الدوره دي انا غبت، يمكن الوسط الرياضي يكون عارف المعلومه دي، انا غبت من تقريبا 3 مباريات لحقت النادي في كورة الأبيض، كنت غايب اسوي الامتحانات، وريت الكوتش ابو روما، وريت مجلس الاداره، حتى جبت الجدول بتاعي وجبت الاوراق اللي تثبت انه انا فهمت الحته دي، ما يعني دي انا حاجه بحسبها لنادي الخرطوم الوطني، وبشكر المدرب ابو روما على يعني اول ما جيت وقال لي خذ، قال لي طوالي ما عندك اي مشكله، وانت اثناء ما انت بتمتحن حاول تتمرن لحد ما تجينا هناك تجهز معنا. والحمد لله توفقت وامتحنت وخلصت يعني الحمد لله، ولحقت النادي في لحقت النادي في الابيض ولعبت المباريات عادي. لكن ما زالت انه انا مثلا اخذ احمر واغيب، لانه اصلا لو اخذت احمر حجيب كوره، الامتحانات دائما بتكون اسبوع اسبوعين، يعني اصلا شغله يعني اصلا ما منطقيه اصلا كون انا اخذ احمر عشان مثلا اجيب من الامتحانات، لان الامتحانات ما يوم ولا يومين، الامتحانات دائما بتكون اسبوع اسبوعين يعني. ف
فده كلام ما صحيح. طيب انت لقبك جاهرزبيل، لقب ده جاي من وين؟ طيب لقب جاهرزبيل انا من هنا بحيي سعادة الفريق ابو بكر الفاضل، هو اللقبني باللقب ده، يعني هو واحد من اللي كان المساهمين انه انا اجي هذا الخرطوم الوطني. فلما انا ارتديت الرقم من 11 فبدا بقول انه ده جاهرزبيل، والاسلوب بتاع اللعب كويس في السرعه في الشوط في المهاره، فهو اللقبني باللقب ده وانا بدي التحيه وبشكره من قناة الملاعب. طيب ابراهيم الخرطوم الوطني واحد من الأندية الغلال جدا في السودان اللي مر بتجربة بتاعت يمكن نقول مدربين عندهم خبرة في أفريقيا وممكن تقول في العالم، واحد منهم كواس أبيا اللي هو كان مدرب لمنتخب غانا بلاك ستارز في مونديال البرازيل 2014، منه مباشرة لنادي الخرطوم الوطني. كواسا أبيا مدرسة في التدريب قائمة بذاتها، أحكي لنا عن مدرب كواسا أبيا والبرنسيا وحتى المدربين المروا على الخرطوم الوطني، هل هم عندهم تأثير في موهبة محمد مصطفى؟ طيب محمد مصطفى جناد الخرطوم الوطني عن طريق توصية من كواسا أبيا. أنا زمن ده كنت ألعب في التحرير وكنت ألعب في المنتخب الوطني للشباب، فكان في مباراة ودية بين المنتخب الوطني ونادي الخرطوم ثلاثة أو نادي الخرطوم الوطني في ملعب نادي الأسرة، فلعبنا ضدهم، لعبت كورة كويسة جدا اليوم ذاك، اتهزمنا 2-1، لكن يعني أعجب بمستواي الكوتش كواسي أبيا وكان معاونه بريز قبل ما يمشي ويجي راجع تاني للنادي، فهم جلبوني للنادي يعني. بعدك اجتهدت من الإدارة أنا جيت النادي كواسي أبيا زي ما قلت يعني. قدر يكون فيك حاجات معينة ملموسة الآن للناس؟ طيب أنا لما يعني كواسي أبيا أنا يمكن المدرب الوحيد اللي ما كنت بلعب معه لكن كان عنده فضل علي، اوريك كيف يعني. كواسي أبيا اول انا ما جيت النادي ما كنت قاعد العب معه لانه انا جيت بادي اداب، فوراني قال لي انت بتحتفظ بالكوره كثير، بتحتفظ بالكوره كثير، ما خليت العاده دي ما حتقدر تلعب معي. كنت دائما كنت بقعد في دكه البدره بشارك لدقائق معينه، بشارك في الكور مثلا اللي بتكون يعني ما مهمه بالنسبه للفريق يعني. بدايات كانت حقيقية في التغيير في اسلوب لعبي انا، انا كنت بحتفظ بالكوره كثير، كنت بحاول كثير، اجبرك انك انت تخلي اجبرني انه انا اتخلى عن الاسلوب بتاع المحاوره الكثيره وابدا العب كره قدم مطوره حديثه باص خانه. طيب اجمل هدف لمحمد؟ اجمل هدف لمحمد مصطفى يمكن كان يكون في الديربي، في الديربي بتاع الخرطوم بين الخرطوم الوطني والاهلي الخرطوم. الموضوع ما في جميلة الهدف، الموضوع كان في أهمية الهدف بالنسبة لنا الخرطوم الوطني، لأنه كنا الوقت ذاك في مرحلة حرجة محتاجين نفوز في 3 مباريات عشان يظهر لمرحلة النخبة، فكانت دي البداية إنه نحن هزمنا الخرطوم، هزمنا أهل الخرطوم، بعد ذاك مشينا هزمنا الأهلي مروي في مروي، بعد ذاك جينا هزمنا الأمل عبرة في الخرطوم، فكانت 9 نقاط أهلتنا إنه نحن نخش دوري النخبة. فكان هدف جميل وكان هدف مهم بالنسبه لي وبالنسبه لنادي الخرطوم الوطني، هدف غالي بالنسبه لاحمد مصطفى بالنسبه لنادي الخرطوم الوطني. نطلع نشوف الهدف بتاع محمد في مرمى الاهلي الخرطوم ونعيدكم من جديد. الكرة مرت محمد مصطفى، محمد مصطفى ومحاولة محمد لذات محمد، وهذه خطيرة الخرطوم، محمد مصطفى حاول التصويب، صوب كرة محمد في من لاعب فنان وسع لنفسه، سدد لنفسه، سجل لنفسه، وفرح فريق الخرطوم، أعطى احتفالية كبيرة جدا في مدرجات الخرطوم. الخرطوم لن تنام هادئة في هذه الليلة. كنت أتساءل ماذا سيفعل برنس ياو؟ هنا يفعل محمد مصطفى ما يريد، يفعل ما يحلو له في أرضية الملعب، وهنا يحتفل ويحتفل واضحة تماما، واحتفالية بما يحدث واحتفالية بما يحدث. محمد ده من اغلى الاهداف واجمل الاهداف صراحه اللي محمد مصطفى، مش لاهميته والله هو جا في وقت والله جا في خصم او نت، لكن لانه الهدف في حد ذاته ما بيحرزه الا لاعب كبير يعني. التمويه، التصويب من خارج المنطقه، هدف صعب جدا بالنسبه لاي حارس، ناهيك عن كامين اللي هو حارس كبير طبعا في الاهلي. طريقه الاحتفال اللي انت احتفلت بها اللي هي بتغطي جزء من وشك وبتشير باصبع يعني علامه النصر.
طيب هي علامة الثورة السودانية زي ما هو. طيب أول حاجة بنترحم على كل شهداء الثورة السودانية، وإن شاء الله ربنا يرحم كل شهداء الوطن ويرد كل المفقودين، وإن شاء الله ربنا يرحم كل شهداء أحداث الجنينة وأحداث بور السودان وكل ولايات السودان، وإن شاء الله نقدر ننعم بوطن معافى مشافى بعد الثورة السودانية. طيب طريقة هتف الهدف اللي هي كانت بدايات انطلاقة الثورة السودانية، بدايات يعني خروج الناس عن النظام البائد، بدايات رمي البنبان على المتظاهرين، على الكنداكات، على الشفاتة زي ما نحن بنقول، دي كانت بداياتنا. فنحن كواجبنا كرياضيين أو كأبناء الوطن، ده ممكن يكون واجب بسيط اتجاه كل ربوع الوطن المجيد، إنه نحن نقدر نآزر أو نقدر نوصل صوتنا أو نقدر نوصل صورتنا لكل الوطن ولكل المواطنين، نحن كرياضيين نحن معاكم، حتى في المسائل السياسية نحن معاكم، في كل المسائل بتخص الوطن نحن موجودين. فهي كانت رسالة للمتظاهرين ورسالة لكل المواطنين، إنه نحن كرياضيين مشاركين في الحراك السياسي، نحن كرياضيين متفاعلين مع الوطن، نحن كرياضيين بنحب الوطن زينا وزي أي إنسان عادي. يعني محمد نحن نقوم نتمشى حبة من القاعدة، زي ما بقولوا انتوا لما تكون لاعب مباراة بيقوم بيقول لك بعد المباراة عملية استرجاع اللياقة البدنية اللي هي تتمشى ريكفري ان شاء الله. الله يكرمك. محمد مصطفى، زي ما كنا بنتكلم جوا عن اجمل الاهداف، الناس بتقول الكفر والوتر، الكوره والفن. مرات يعني عشان لما تكون في كوره كبيره بقول لك يا اخي دائما زول في واحدين بيقوم بيصلوا، واحد بيضرب ناس بيته مثلا لزول لكوتش قديم هو كان دربه، منو من المدربين ده سؤال قبل ما تغني لي، منو من المدربين اللي كان ويقف مع محمد مصطفى وكون شخصية محمد مصطفى كلاعب يعني في بداياته وقف معه؟ زول ممكن يقول لك يا محمد انت ليه حتجيب جون، او يا محمد انت ليه انا دايرك تعمل لي كده وانت بتعمل له، او بتحقق له الحاجه دي. بعدين شايفك هسه احنا جايين بتدندن برايعه مصطفى زيد احمد وقدر هواك يجيبني لك لملم قلوبنا مولفه. طيب لسؤالك، يمكن كل لعبة القدم كرة القدم في العالم ممكن يكون في زي عندهم زي عادات بيعملوها قبل اي مباراه، يعني الكلام ده ما مقتصر بس على لعيبه الدوري السوداني ولا لعيبه السودانيين، بل حتى اللعيبه العالميين كريستيانو رونالدو، ليو ميسي، نيمار، يعني عندهم عادات بيعملوها. محمد مصطفى واحد من الناس، يمكن الحمد لله انا محافظ على الصلوات، فدايما مبارياتنا يا كانت يعني قبل العصر يا بعد المغرب، فانا ما عندي اي عادات قاعد اعملها، انا ما قاعد اضرب لي زول تليفون. لا بنشوفكم بتيجي لابسين سماعات وانتم نازلين من الحافله ومن العربيه تسمعوا فيه غناء، ممكن بتسمع اي، في ناس بتسمع اغاني، في ناس بتسمع قران، في ناس بتسمع انشاد، يعني العادات بتختلف من زول لزول. محمد مصطفى يعني انا يمكن قبل يعني الصباح يوم الكوره الصباح بتصل على الوالده بطلب منها انها تدعي لي انه ربنا يوفقني، لكن قبل الكوره بصلي الصلاه العاديه، اذا كانت صلاه العصر بخش الملعب، اذا كانت صلاه المغرب بخش الملعب، وبكون مركز يعني على اساس انه انا يعني اقدم افضل ما عندي. ومشيت معك كل الخطاوي الممكنه، كنت بتدندن هسه انا جايين انا دارك تغني لي، انا اطلعك من جوا الكوره دي كده حبه وتقوم تغني لي، لانه اي اغنيه بتحبها حتى لو كانت ما لسه كنت بتدندن بها دي. والله يا اخي طيب انت ما تبدا وانا اشيل معك، انا ما بعرف اغني اصلا، لكن انا شايفك بتعرف بتغني ما هي نفس الاغنيه انت تدندن وانا وقتي مع معك. كفر وتر دي كفر وتر. طيب انت ممكن تدندن وانا ادندن معك، ما في مشكله، انت تغني انا بغني بشيل معك، انا بشيل معك ما مشكله، انت ابدا انا بشيل. منو من الفنانين اللي بتحبهم وبتسمع لهم؟ طبعا فنان الوطن الاول محمود عبد العزيز ومصطفى سيد احمد، انا ما شايف في فنان ثاني. بتحب محمود شديد جدا؟ تغني بتحبها لك تباريح الهوى؟ اسمع منها مقطع واحد بس، واحد ما تحصر علينا يا واحد، انا ما حافظ، انت اقول مقطع واحد بس، خلي الناس اللي بيعرفوك بيعرفوا محمد مصطفى في الكاميرا، اقول لهم يا اخي انا بحبكم وبحب محمود للحواله. والله طبعا طبعا محمود عنده جمهور عريض، جمهور كبير، يعني كل الوطن بيسمع لمحمود، يعني ربنا يرحمه ان شاء الله ويغفر له يعني ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. تباريح الهوى يمكن الجانبي هو اغنيه مميزه بالنسبه لي انا،
انا والله ما كويس في الغناء صراحه يعني. صوتك سيء؟ اي والله ما مميز في الغناء صراحه، انا بس حبيت ادندن معاك انت، لكن انا ما مميز في الغناء والله. طيب احنا طالما جلسنا موضوع رونا خليك نمشي لجانب ثاني. محمد، منو من اللعيبه اللي انت بتتمنى تلعب جوارهم في الدوري السوداني الممتاز؟ والله يعني انا واحد من الناس يعني بحترم جدا يعني، نحن اسيبك لو كنا في الفتره الاخيره بنسمي ايقونات الثوره، فنحن عندنا ايقونات الكره السودانيه اللي هم اثنين في نظري انا، اللي هم يعني في العقد الاخير يعني الكره السودانيه انجبت فيصل عجب وهيثم مصطفى، فانا كنت بتمنى انه انا يعني يقدر يلحق بي الزمن العب بجوارهم او هم يعني يتاخروا في اللعب لحد انا ما اصل والعب معه، لكن للاسف يعني هم بطلوا الكوره، فانا كنت اتمنى انه العب بجوار هيثم مصطفى او فيصل عجب. انت الان بتلعب بجوار عزام ودومينيك ابوي ووجد عوض وشغال مع الخرطوم الوطني ما شاء الله شغل كبير جدا. لو لحقت زمان هيثم وفيصل عجب كان حتكون عباره عن مكنه بتاعت اهداف بتطلع اهداف بس. طيب محمد، برضو يعني في 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 نجوم برضو في الدوري السوداني الممتاز يعني كان لهم تاثير على محمد مصطفى، سواء كان في نادي الخرطوم او اي نادي غيره، منو من الناس اللي كان بينصحك يا محمد انت كده كده؟ من الناس اللي نصحتني انا يمكن بتذكر موقف وحيد يعني الكابتن بتاعنا محمد حسن الطيب لوكا، محمد حسن الطيب بذكر انه انا اول يوم جيت نادي الخرطوم الوطني اول لي تمرين مع نادي الخرطوم الوطني، انا جيت طالع من غرفه الملابس اللي جيت اللعيبه ما بعرفهم طبعا انا وكذاك، لقيتهم قاعدين كده مع بعض بيتونسوا، فانا مشيت قعدت فوق ليه ما قعدت معهم، قمت قعدت فوق ليه، فحمد حسن الطيب اول ما جاء داخل قال لي يا كابتن تعال، يعني جاء قعدني مع الناس ودخلني في الونسه وبقيت اتونس، بعد ذاك بيجي ينصحني يعني انت خذ وقتك انت زول لعاب، انت زول لعاب كبير على فكره، لوكا لاعب كبير، لاعب مهذب، لاعب خلوق، وانا من هنا بحييه وان شاء الله. محمد انت عارف لوكا ده اللاعب الوحيد ما ساوم الخرطوم الوطني في قروش لحد يوم الليله. لوكا بيجدد عقده بدون اي مفاوضات، جدد عقده بياخذ الشيء يعني البرو يعني اللي بيشوفوه الناس الاداره مناسب له، مش اللي بيشوفوه مناسب لشخصه. فانا بحيي كابتن لوكا من هنا، وهو كان واحد من الكباتن اللي ساعدوني جدا انه انا اثبت والعب اساسي في نادي الخرطوم الوطني. انت ليه بتحتفل مكشر لما تجيب جول؟ انت ما حصل يوم جبت لك جول كنت بتحتفل وبتضحك؟ يعني دائما بتحتفل يا بتكون جايط مع لاعب من لعيبتك يا بتكون يعني ما حصل يوم احتفلت وجيت تضحك والله. طيب هي في مباريات يعني، هي في مباريات يعني مثلا يعني هي حسب المباراه يعني، احنا مثلا دائما بنكون مثلا لاعبين مع احترامي لكل الفرق السودانيه، لكن دائما بنكون مثلا الخرطوم لاعب مع فريق يعني اقل مننا في المستوى مع احترامي لهم كلهم يعني، فلما نحرز هدف بنكون مركزين انه نحن يعني دائما بقول لك الفرح الزايد بيبقى ذاك التركيز والحزن الزايد بيبقى ذاك التركيز يعني، احنا دائما يعني واحد من الناس بخلي يعني معدل الاحتفال يكون متوسط عشان ما تفقد تركيزك يعني دائما يعني، انت لما تزعل لو مثلا احرزوا فيك هدف لو زعلت شديد بتفقد التركيز انك ممكن ما تقدر تعدل النتيجه، لو احرزت هدف ممكن تفرح شديد ممكن تفقد التركيز انك تستقبل هدف، فدائما انا بحاول اتكلم مع لعيبتنا انه لو جبنا جون مثلا شنو بنجي يعني بنصاحب بعض يا اخواننا، الناس تركز يا اخواننا او مثلا نزيد يا اخواننا يعني يا اخواننا مثلا نقفل على كده يعني، همك بيكون فيما بعد الهدف، فيما بعد الهدف يعني الهدف ده ما احنا احرزناه والحمد لله انتهى، لكن فيما بعد الهدف. طيب للقهوه طقوس ومزاج، ما انا مع مزاجك شنو مع القهوه؟ انا زول بحب القهوه جدا طبعا. طيب القهوه جدا عليك الله. طيب محمد مصطفى، يعني القهوة عندها طقوس خاص، واقع خاص داخل نفوس كل السودانيين، تحديدا لعيبة كرة القدم لأنها هي منبه يعني، طوال هم بيشربوا قهوة، ممكن في بعد التمرين بالليل خالص قبل الكورة، فأنت بتكون دائما محتاج للقهوة. أنا ما أعرف إن شاء الله القهوة تعجبك. تحية يا أخوانا لصاج السمك وكافي عربيكا اللي هم بيسجل عندهم حلقاتنا بتاعت نجوم في الدوري. محمد واحد من نجوم الدوري الممتاز وبتحب القهوة. طيب محمد لاعب عالمي يعني أثر في محمد مصطفى داير تصل لمستوى، يمكن لاعب عالمي اللي هو كريستيانو رونالدو يعني، يمكن كريستيانو من اللعيبة مش بالغلايل، يمكن من اللعيبة ما نشوفهم تاني في كرة القدم يعني، الشغف
بتاع كريستيانو رونالدو، الحب في الاستمرار لسنوات طويلة، الحب في انه دائما دار يصهر بمستوى جيد، داير يفوز بالالقاب، داير يحقق الكرة الذهبية. يعني كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة قال هو ممكن يلعب لحد سن 40 سنة. يعني فالرقبة اللي عند كريستيانو رونالدو وحبه لكرة القدم وحبه للإنجازات وحبه إنه يكون دائما في المركز الأول، يعني يمكن دي الحاجة تخلي إنه كل اللاعبين دارين يكونوا زي كريستيانو رونالدو. بتتعلم منه؟ أكثر حاجة عجبك فيه شنو؟ أكثر حاجة عجباني في كريستيانو رونالدو زي ما قلت لك اللي هي انه دائما داير يكون افضل، بحب الانجازات، يعني بحب الانجازات دائما، يعني دائما في كل كوره يعني بيشوفوا، يعني ما زي باقي اللعيبه انه في لعيبه في سنه يعني بيشوفهم حتى اثناء المباراه يعني بيكون واحد واقف كده ما عايز بزل. لا كريستيانو رونالدو يعني لما انت تشوفه في الكوره لو انت بتعرفه بتقول انه ده واد ياداب بادي داير يثبت نفسه، يعني يمشي يمين يمشي شمال يحكسب كور، يزعل يتضايق لما ما يلعب له باص يشوت، يعني الرغبه والكاريزما اللي عند كريستيانو رونالدو يعني دي، يعني انا حابب انه تقول شخصيه تكون بتاعت محمد مصطفى كلاعب كره قدم. انت كان مفترض تكون لاعب الان برا السودان مع فريق انغولي، او التجربه الاحترافيه اللي كانت كان مفترض محمد مصطفى يخوض، اللي حصل شنو؟ طيب اللي هو كان تيم موتيم بيمبي من الكونغو الديمقراطيه في العاصمه كينشاسا، الخرطوم الوطني لعب مباراتين، واحده في الخرطوم واحده في كينشاسا. طيب تمكننا قدرنا ان نهزمهم هناك يعني، فالمدرب إسحاق ناي كان بحيو من هنا فأعجب بمستواي وطلب دم إسحاق ناي وطلب من الإدارة إنه عنده رغبة في انضمام اللاعب محمد المصطفى لفريق موتيمبا بيمبي، وفعلا النادي رسل خطاب رسمي لنادي الخرطوم الوطني، لكن أعتقد إنه يعني في تفاصيل أنا ما قدرت أتحصل على وفي تفاصيل أنا ما قدرت أعرفها من يعني من الناديين، ف يعني انا ما بقدر اقول لك انه بالضبط كان العائق كان شنو انه محمد مصطفى ما ينتقل لنادي موتيم. انت كنت متحمس للتجربه؟ انا كنت متحمس للتجربه جدا وكنت راغب، حتى بلغت النادي انه انا عندي الرغبه في انه انا امشي احترف برا السودان، لكن في تفاصيل او في جزئيات حصلت محمد مصطفى ما عنده علم بها، فما بقدر اقول لك انه السبب بالضبط كان شنو. جميل. جمهور في الدوري الممتاز ممكن تحس انه انك انت ده الجمهور اللي ممكن تلعب عشانه، او جمهور ادهشك في الدوري الممتاز؟ طيب يعني دي مصمم ممكن تكون جمهور الامل العطبره بلا منازع، يعني انا لفيت لعبت في يعني في معظم الولايات السودان، بنلقى في جماهير كويسه، مثلا بنلقى في جماهير في الفاشير، بنلقى في جماهير بتاعت هلال المريخ بتجي تحضر مباريات، في جماهير في الابيض، لكن في جماهير في مروي، لكن دائما جمهور الامل العطبره هو جمهور مميز، يعني جمهور دائما عنده حب للعبه، جمهور بيحضر من اوقات مبكره جدا، فاعتقد ان جمهور الامل العطبره يستاهل انه ياخذ جائزه الجمهور المثالي والجمهور الافضل للدوري الممتاز. تحيه لجمهور الامل وتحيه لجمهور الكره السودانيه عموما. كم لاعب يعني انا كل ما يعني في البرنامج بتاع نجوم في الدوري كم لاعب اتفقوا انه جمهور الامل هو الجمهور المميز، الحماس اللي بيدي للاعبتهم، بالتوفيق ان شاء الله لكل الانديه. طيب محمد ونحن في خواتيم حلقتنا معك، انا داير اسالك من شخصيات معينه تديني رايك فيها. بدر الدين قلق. بدر الدين قلق لاعب خلوق جدا، بدر الدين قلق مثال للاعب الطموح، بدر الدين قلق مثال للاعب اللي عنده الرغبه في الاستمرار، بدر الدين قلق مثال للاعب المجتهد داخل الميدان، مثال للاعب القائد، يعني يمكن هو من اللعيبه القليل الان المواصلين في مسيرتهم الكرويه رغم عمره يعني، لكن ما زال عطاؤه كبير جوا الميدان، ما زالت توجيهاته مؤثره لبعض اللاعبين. بدر الدين قلق شخصيه كرويه سودانيه عظيمه، وان شاء الله اتمنى له التوفيق وان شاء الله يقدر يواصل سنه سنتين ثلاثه في الدوري الممتاز. خالد هيدان. خالد هيدان واحد من المدربين اللي اتمكنوا انه يرجعوا نادي الخرطوم الوطني بعد 4 5 سنة للبطولات الافريقيه. خالد هيدان لأول مرة نادي الخرطوم الوطني تحت إدارته أو تحت إشرافه الفني يقدر يتخطى المرحلة الأولى من البطولة الكونفدرالية، ودي حاجات تاريخية تحسب له يعني كاسم في النادي. خالد هيدان يتمكن من أنه يحقق قريب ال 4 5 انتصارات من النخبة الفاتت مع تعادل وهزيمة. يعني خالد هيدان شخصية، خالد هيدان مدرب ذو تكتيك عالي جدا، عنده خطط يعني دائما بيعرف بيدير المباريات، يعني يمكن واحده من اشهر مباريات لي انا او من اهم المباريات او افضل مباراه لي
اللي هي لعبناه في كينشاسا ضد موتيمبا بيمبي الكونغولي، قدرنا نتفوق 2-1 وخزلتنا ركلة ترجيح. خالد تدان في المباراة ديك لعبنا بمستوى تكتيكي عالي جدا، هو طبعا يحسب للعيبة انضباطهم التكتيكي، لكن يحسب للمدرب أول إنه بيضع الخطة المناسبة بتتماشى مع المباريات. فخالد هيدان هو كان يعني بيطبق الحاجة دي، يعني كان أي مباراة عنده له خطة، أي مباراة عنده له عناصر. فخالد هيدان مدرب متميز جدا، أنا واحد من الناس اتمنيت إنه يواصل في نادي الخرطوم الوطني، لكن هي سنة الحياة وما في زول باقي في نادي، يعني كلنا بنمشي وبيجوا غيرنا. يعني أمير أبو الجاز يعني أول حاجة، أمير أبو الجاز شخصية يعني ود النادي زي ما بقوله. أمير أبو الجاز ود النادي، زول بيحب النادي جدا، مدرب غدير. يعني قبل ما يكون مدرب غدير هو لاعب كبير، يعني أمير أبو الجاز يعني اسمه سابق له، يعني أمير أبو الجاز لاعب كبير جدا في الكرة السودانية، كان مدرب لنا لفترة مؤقتة، استفدنا منه كثير وحققنا معه انتصارات. يعني أنا بتذكر أول كرة لنا كانت في الفاشر، أول له كرة كان قدرنا إنه ننتصر 4-0 يعني تحت إدارته. يعني أنت هتواصل مع الخرطوم ولا ماشي نادي تاني؟ عندك الرغبة في إنك تمشي نادي آخر؟ طيب بتسمع يعني أنت وكل المتابعين إنه في جدل الآن في الشارع الرياضي إنه محمد مصطفى حيستمر حيمشي الغمة. أنا كلاعب أنا ملزم بعرض مع النادي لحد شهر 5 الجاي، فأنا الأمور ما في يدي. أنا عندي الرغبة، يعني أنا عندي الرغبة الآن إنه أنا أمشي يعني مكان أفضل من نادي الخرطوم الوطني، إنه أنا أمشي الغمة، إنه أنا أمشي ألعب برا. لكن الأمر بيرجع لإدارة نادي الخرطوم الوطني، فهل إنه أنا هل حنتقل أو لا؟ إن شاء الله. فالأمر بيد النادي، اللهم آمين. إن شاء الله. محمد أنا شاكر لك جدا، الله يديك. أنت واحد من نجوم الدوري، والليلة كنت حضور معي في نجوم في الدوري. إن شاء الله تكون دائما نجم في الدوري الممتاز، وتنتقل بعد ذلك للعالمية، تنصر إبداعك برا وتجي تنصر سحرك الحلال في الملاعب السودانية. شكرا لك جدا محمد مصطفى. الله يديك العافية، وشكرا لك صدام، وشكرا لكل فريق العمل العاملين بقناة الملاعب الرياضية، وشكرا لتعبكم معنا الليلة، نشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله موفقين دائما. الله يديك العافية، شكرا لك. بحث عن تمريره، يلعب كره لمصلحه محمد مصطفى. محمد مصطفى يلعب كره عكسيه مرفوعه، ومره تحولت لجونا سلمون. هذه خطيره الخرطوم، والعوم الكره مرت، وهدف لمصلحه فريق الخرطوم الوطني.